السلام عليكم. شو بير ديزيت؟ رانا ولينا نتكلموا على المقابله تاع ريو فاليكانو مع ريال مدريد. المقابله اللي شناها انتهت راهي هدف لصفر حتى الدقيقه 90. رانا نتكلموا الدقيقه 90 وين شنا كيفاش ريو فاليكانو كيفاش خادعت ما نقولوش خادعت عليه نسبه اللعب نسبه احسن نقولوا احسن من ريال مدريد. الاسم تاع ريال مدريد يبقى كبير بصح ريو فاليكانو اليوم سيطرت على ريال مدريد وين سجلوا هدف عن طريق ضربه جزاء في الدقيقه 23 عند اللاعب اندريا امبري وين في الدقيقه 23 عن طريق ضربه جزاء امام كورتوا اللي ما عمل ولا شيء في هذه التسديده تاع اللعاب وين شلنا كيفاش جيريس وين نقولوا امام شلنا كيفاش البنت اللي تسجل اي والله خسروا والله الله غالب حارس جيريس اللي جار وين انقذ المرمى تاعو امام هجمات تاع ريال مدريد وين شلنا ريال مدريد لعب نقولوا بالاغلب صح اخر ما لعبش بنزيما ما لعبش بصح شلنا كيفاش ريال مدريد لعبت اغلبيه مارسيلو كروس مودريتش بيل اغلبيه كاع لعبوا رغم ان تضيع اهداف وين شناهم كيفاش ضيعوا اهداف اهداف كانت محققه اهداف رغم ان زيدان دار نقولوا دار تغييرات بصح ما جابتش نتيجه تغييرات ما كاش اي حاجه ايجابيه هكا ولا شنا اللعب شنا ريال مدريد خاصه هذه السنه ريال مدريد مرت جانبا في كل المسابقات وين شنا كيفاش شنا فانيك ريو فاليكانو وين ضيعوا فانيك اهداف عن طريق بيبي وين تيتو فانيك عبد الله هذا الاسم فانيك نفتخر كي نقول عبد الله اللي فانيك الاسم نقولوا فانيك ضيعوا اهداف وين شلنا كيفاش المدرب تاع ريو فاليكانو كيفاش عرف كيفاش يحط خطه ويوقف المهاجمين تاع ريال مدريد وين شلنا كيفاش باكو خيماز وين عرف كيفاش يحط خطه امام زيدان شنا زيدان كيفاش دار كل الوسائل غير التشكيل غير الخطه تاعو في الشوط الثاني غير بصح بدون نتيجه شنا فرص تاع اهداف شنا كيفاش الريال لعبت نقولوا استحواذ ريو فاليكانو ب 367 ريال مدريد 385 يعني الريال لعبت بصح شتيلا المستوى كان متقارب بزاف هذه هي وهذه هي كرة القدم خطرة عليك وخطرة عليا وهذه هي صحيتو وربي يحفظك.